حسنه علم الغدر. سعيدة يا خواجة خريستي. يا آخر سيبخابة. كلميرة سيبخابة. كلميرة. ازاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. بخير. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وقة توم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وقة توم. إلهي الاثنين. فادر جيم كامل. ممنونك. فادر جيم كامل. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيع لي حد عند البيت. تحت امرك سيم خاف. مساء الخير. كلميرة. مساء الخير. سمحم. سعيدة يا فتحية. سعيدة مبارك يا سمحم. اتفضلي يا فتحية. من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة. استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سمحم. نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية. أنا بدي أقولك إني واخد على خاطري منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ إزاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزح شوية يا فتحية. آه يا عفريتة. آه يا محتالة. آه يا بتاعت جوز ولا فرد. بتضايقيني؟ وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة اني بفكر اصفح عنك. صدقني يا سي محمد، غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني، وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية انك هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك؟ طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد، سامحني. زيدي في البكا والاسى لاجل اصفح عنك. اصفح عني يا سي محمد. اصفح عني، سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحيه ان بكد وبكدح في الشغل، وساعات كتير بتعور لك لما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة، لا نكلم حد ولا نكلم حد، ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجعي يا فتحية؟ محبش أشوفك كده، عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله، والدنيا على كده وكده، واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. يا ممدوح حبيبي. ازيك يا نادية؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقة من حاجة؟ أيوة أنت مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلتلك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قولي عايز مني إيه وأنا أعملهولك. قلتلك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟
وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في ايه؟ مش مساله مش عاجبني، بس بص حواليكي، احنا بقينا في السبعينات يا ناديه، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير. ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري. مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاير يبقى هو ده كل اللي انا عاوزه منك. في حاجات لسه يا ناديه، يعني مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللفه بتاعت زمان. أوه نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد، اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي، انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمع احمد عدويه. او نو نو ايه وبتاع ايه؟ بقولك عيشي السبعينات. انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه. وبعدين عبقريه السبعينات، بصي بصي هوريكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبة خرسانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى، وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي من الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادر. يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبداً. إيه ده، بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. الله كده برضو يا قمر تصاحبني عالصار، كده يا كيكو. ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطة، قول له بقى السهر النهارده صباحي. ها ما يقوليش ساعة ويخلع، أنا عارفه بياخد الشبشب في البيت. يا ويلا يا ويلا، الجواز ده عايز رجالة. قول كيكو، هننزل مع اصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعة يعني ولا حاجة. تنزل؟ سوري؟ ناوي تنزل؟ لا مش ناوي خالص خالص. ايوه قعدت اقول لهم انا نازل نازل، بس قشطة فاكس اتحرقوا تحت في الشمس. انزل ايه وبتاعي؟ بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشلة انا يعني ان شاء الله هقطعه ان شاء الله، ما تحطيش بالك. لا انزل قال. ايوه وليد. لا سوري يا معلم مش هنزل، لا 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 ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا 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 فاكس بقى يا معلم. قشطه. ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا باي. بتعمل ايه؟ نعم بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجاره كليفنج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح سوري انا نسيت. معلش نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نسي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ اشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. ايه ده، عايز اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ فين قسط العين السخنه؟ نعم قسط العين السخنه فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اوكي اوكي، مبروك يا روحي مبروك. انا بس ال مدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشليم باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حاطه قصيته. اضحي اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش يعني، يعني انت مستعجله ليه على العين السخن؟ مستعجله ليه؟ علشان يرمين استلم الشليم بتاعها امبارح وانا رايح صيفي مع صحابي، يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده، يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟
ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه، ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. زربة ولا خليني النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه، انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه بتاعتنا، عشان السي في بتاعي هقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح سوري ما بتهرجيش، انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده، اعتزال ميسي. ميسي؟ اه ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ، واحنا اصلا بناكل تيك اواي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا لا لا، ده انا بهزر يا عبيطه. وفي راجل وانا عايز اتطلق؟ خلاص اهدي. بقول لك يا حبيبتي، ما تيجي نروح للدكتور يعني نعرض عليه الموضوع. انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه. يعني ازاي؟ اهدي، هو هيلم. انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم. استغفر الله العظيم، اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام ازاي يعني؟ انام في ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك، كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني، وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليكي، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكب فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان. لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هما اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي، اسمه ايه؟ انا؟ ايوه. لا مش قادره اصدق، والله العظيم ثلاثه. انا بقيت كتير ما ضحكتش من قلبي كده. لا انت ضحكتي. هاتي كاكاو. انا عندي بوز. انت موهومه، انت اسمك الشارع كله بيقول عليكي كوكو بوز. اسمعي كلامي، اسال ده، انت مشهوره. كوكو بوز. اهو قفش. ايه ده بيطول؟ انت بتطولي ليه؟ ده بيلف عليا. نهار اسود يا فلاني، عم ابراهيم بواب، الحق كوكو بوز هتموتني بوزه. دوا وديا
الشرى اللي في وشي وبخاف لما بتتمشي عشيني وانت بتتعشي في ايه بالسلامة. ليه عشرة؟ مع السلامة. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيها واحد. اقول لك هات ما تحمدش ربنا. تعال هنا. تعال هنا. هات الرغيف. ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شوية. بجنيه. قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابنك. انت ومراتك وابنك؟ امسك. اتنين انت ومراتك. استنى يا عاد. خد النص لابنك. يلا بالسلامة. بس استناني انت شوية. خمس ترغيفة يا معلم لو سمحت. خمس ترغيفة ليه؟ انا والولية والعيلين وامي. امك قاعدة معاك؟ ايوه امك قاعدة معاك. طب ما ينفعش تاخد لها ايه؟ المعلم ده. ايه ده؟ انا عايز افهم ده لقمة ده ولا رغيف؟ هو عيش هتاخد ولا مش هتاخد؟ هو كده. امسك ادي العيلين. ايوه. وانت والولية. وامك ست كبيرة دايلابك في معدتنا. انا مش زي ما هي زي بني ادم هتاكل زينا. ان شاء الله عنها ما طفح وانا مش بايع لك. عايز حاجة تانية؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم هاخدهم. والله العظيم ما انت واخدهم. الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهاردة. سيك يا ولية يلا اتكل على الله. انا مش هبيع شطبنا. ايه في الهاد النار دي؟ يلا بالسلامة. بكرة العيش ناشف. العيش ناشف. يلا رايل التومن. ايه في الهاد الفرن؟ صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين الصبح؟ انت جاي متأخر الصبح وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامة الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحنا معلم اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب. شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجة؟ لا معلم. انت عامل حاجة؟ مش عامل. لا حاجة. لا وايه الخرفشة دي؟ ايه؟ في صوت خرفشة. مفيش يا معلم ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي يا صبحي. ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجة. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوى في الكيس ده. لا 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 لا. اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجة. مفيش حاجة يا معلم. طب ما تشوف. ده كيس فيه اشياء. فيه اشياء. وريني. مد ايدك وريني وطلع. اهو. يا نهار ابوك اسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو؟ وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي. قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي وبحب البلدي. وريني فيك ايه تاني. وري. يخرب بيتك. جبنا نسا صبحي. جبنا نسا يا معفنين. وايش فينو؟ هو عادي كلك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم. انت مكبر موضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كداب. لا وربنا شكلك كداب. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي. فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. انت يا معلمه يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهم. خليتي قلب عجينه. تقولي حنفي يجي كده. حنفنا في يجي كده. هشغلك ايه؟
اشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهم. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك برصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله. في ايه يا كيداهم؟ تعالي بس ارتاحي. تعالي داخله النفشه ريتك ليه كده؟ ما نفشوش ليه يا اخويا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق بالله وحشتيني وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني ايه؟ وحشتيني دي؟ اما بشوف البطاري بالشين بتضرب مني. بحبك يا كيداهم. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ حنف الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا. ما طلبتش معايا. ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عنيا ما يرلش. ده انا كيداهم ورحمه اللي جابوا ابويا وامي يا حنف. لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستاذني لفرج عليك اهل الحاره كلهم. وما هدخلك البيت ده تاني. وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. وهو ده اللي معصبك؟ لا انا استاذنت. كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو. انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده. في حاجه تانية معصباكي وقلقاني بصراحه؟ بصراحه بصراحه بقى معصبني في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين. ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا الجوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص توبنا الى الله. دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه. فينك بقى يا كيداهم؟ خلاص كل دول كانوا ناس زواج. انت الاصل. والله انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده. مفيش كلمة حلوة كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي. في عينيا في نور عينيا. كبة وكبة ومن يوم كبة. إلهي أشوفك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا رب ما بحس تسوي انت تيجي تلم عليك اللمة. الله يتقم منك يا شيخ. علمي يا معلمي يا معلمي يا معلمي يا معلمي. في ايه يا زفت؟ في ايه؟ معلم في واحدة بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا قاضي؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك. جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربية. ايوه يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر جينيفر جينيفر. ايوه ايوه الله يفرحك يا هديك 15 رغيف تروح بيه. الله عليك يا معلم. يا اهلا يا اهلا. الروائح بتقول هي جينيفر جينيفر جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدنيه كلها نورت. اصيله من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني؟ لسه فاكراني؟ فاكره معلم حنفي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن. خلاص ولا فرن ولا عجين ولا عيش. خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه يا مهلبيه. الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. يشهد ربنا ان انا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر. عمري. اي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني. بس انت سبتيني وانا راجل ليا كرام وعزه نفس. اتجوزتها برضه ما نسيتكيش يا جينيفر. واتجوزت التانية والتالتة. ان انساكي؟ مش عارف انساكي. ده انا من اول يوم انت عملتيلي ايه؟ سحرتيلي. انت سحرتيلي. لقيت نفسي فرن بلد قلت السلة. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوة الحلو دوت. برضه ما نسيتكيش يا جينيفر. بشوفك في كل الاوقات. برمي العجينة في الفرن عشان العيش يقب. تعرف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاعه وبنرمي. العيش يقب بشوف وشك في القبة. اعمل ايه؟ انت عملتي لي عمل وربنا عملتي لي عمل. بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحاره زي اللي بيبيع بانجو لا مؤاخذه. فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جينيفر؟ الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر. انزلوا الفرن هاو على عيش. ده الرزق اللي بتدفعوا منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل. لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك. ونهايتها تفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا. هي عندك تهب بايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير. شوفه بنفسك. صباح الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله.
قمر واقف في المطبخ. تعيش لي يا راجل يا حياتي. بقولك ايه كده؟ سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجة، طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجة يا حنفي. ايه اللي حصل؟ مش حاجة كده، انت قلبتي فجأة كده ليه؟ انا بصراحة عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الأسرة دي. مستقبل الايه؟ الأسرة. أسرة ايه؟ أسرة ايه يا ابو أسرة اللي انت بتتكلم عليها؟ ها تعالى لي هنا. أسرة ايه؟ انت عامل مصيبة ومحطيه عليا يا حنفي ولا ايه؟ وليه بنات؟ يا ولية يا ولية يا ولية بتهزقيني قدام بناتك؟ عيب كده. انا ما حدش لعب في دماغي، انا اللعب كله في قلبي. قلبك سلامة قلبك. انا عايز اقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الاف ام. نجوم اف ام؟ ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ تغني ليه وانا معلم عرة؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي، انا بصراحة هتجوز. يا لهوتي يا بصتي، يا لهوتي يا لهوتي يا حسرة قلبي. ابوك هيتجوز عليا يا بنات. تتجوز يا حنفي؟ اه. ما كفكش اللي انت عملته قبل كده يا بابا؟ عايز تتجوز على ماما تاني؟ ايوه ما كفنيش وهتجوز على ماما تاني كمان. بتقول اكيد يا اخويا هتتجوز واحدة كتعت ليديك يا حنفي. كات عليه شايفاني ماشي بعرك في الشقة؟ ده انا سيد المعلمين اولية. انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. إيه؟ وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي؟ يا بت... لعيب كره يا حنفي؟ يا ولاد بتضربيني بالركبه قدام بنات. شوف اياب سودا مني يا حنفي. ها يا وليه؟ يا وليه يا جهله يا جهله. على الساعه يا وليه يا جهله. جينيفر لوبيز لعيب كره ايه؟ دي ست الستات مطربة عالمية، الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده، وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهارده. شيختني ايه اللي حنفي؟ ايه؟ لمها يا حنفي. مش هلمها. خلي اليوم يعدي على خير. ان شاء الله عنه معدي. اغزى عليك يا حنفي، اغزى عليك. تسيب كيداهم ام بناتك الحلوين المقطعتين دول عشان المطربة المشهورة بتاعتك دي؟ تسيب ام عشان جينيفر لوبيز؟ ده انت يومك النهارده اسود، ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهارده. صوتي بقى وكده. كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندي كرامة اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحني. قولي. الله يتقبل منك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوف فيك يوم. شيختني ليه لقيت الكهرباء في الطرقة ونخلص منك؟ بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفرة؟ انا هتجوز الست جينيفر لوبيز. هي عندها حفلة هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز؟ الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز؟ اسمها جينيفر؟ جينيفر يا جهله يا بنت الجهله. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92، كان يوم تلات، في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بوتوكه ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صبي صغير وشغال عند المعلم سيد قدره. بتضحكوا ليه؟ الله، وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت انتوا ايه السفاله دي؟ ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا، تعالي هنا. انباري 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 ارجعي. تعالي هنا، تعالي هنا بنت، تعالي هنا. انباري انباري ارجعي. المهم والست جينيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه، وجات الفرن تشتري عيش زي ما خليق ربنا، وشافت العبد لله. كانت الهيئه غير الهيئه. شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي، الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم، حب ما حبوش سيد لسيده، ولا عنتر لسيده، ولا روميو السيدة. وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم. لا انتوا بتتريقوا عليا. تعبت. بقول لك تعالي. تعبت. تعالي هنا. بقول لك تعالي. انباري. انباري. ارجعي. تعالي. تعالي بقول لك. انباري. انباري. ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسرة وهيتمكم وانا عايش. بس. انتوا مش مصدقين. صح؟ طيب. مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا ماما. انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى
اهي قناه الاف ام. النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم، المعلم حنف الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم وهيعقد حرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ، اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان، اسمها ست جينيفر، جينيفر. انا اسف يا معلم حنفي، انتوا مصدقين يا جماعه جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران؟ وعلى فكره الخبر ده حقيقي مش اشاعه، والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه، ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنفي الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يلا يا انت النهارده يا حنفي، يلا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا اهو. انت هنا يا اخويا. لايمها يا حنفي؟ مش لايمها، عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز جينيفر. بص يا حبيبي إيه؟ انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلوك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري إيه؟ نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده ايه؟ انا فاضل لي 3 صفحات في حياتي عايز اعديهم مع جينيفر. جينيفر يا حنفي إيه؟ يا حنفي عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها، هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا اخي، بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي، تعدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي، اديني بصص لك يا ولية. انا باصص فين؟ انا بكلمك كده، ما انا باصص لك. بص لي يا حنفي، بص لي. عيط، هقهرك وهتجوزها. اتقهري. طب بص يا حنفي إيه؟ بص يا حبيبي إيه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده، هكتب لك العشر فدادين اللي حلت. هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحبش نفر، بحبها يا حنفي. ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله يا واد. هعجلك يا واد. ارفعي ايدك. طب ارفعي ايدك. اقعدي بقى، اقعدي، اقعدي بقى، اقعدي. بص يا حنفي، ايه كل شويه؟ بص بص وانا بص فين؟ انا بص بص. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزها. اتجنني. انت شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه. بص دي يا بنت المجنونه، يا امك اتجننت. ام حوش عني يا ولد الكلب. طب ارفع ايدك عشان انا. انت اللي ترفعي. ارفع، اقعدي بقى، اقعدي بقى. فلقيتي يخرب بيتك. طب بص بص برضه الحكايه. بص دي وانا اعمى وليه؟ ما انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت بص بقى، بص بقى، ايه انت النهارده هتجيب اجلك يا حنفي. حد يخلص حد في الخناقه دي، اتفولت قوي. هاي هاي يا خبيث. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics as well as the music, Kathleen Bird York. يا نهار اسود، كيداهم وربنا كيداهم. مهما تتنكري جنابك المدلدله كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده، ما اقدرش اذيك يا جينيفر، ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك الا قاعدك مكاني. ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه، انا قلبي حنين، هموتك بالراحه، حته حته هقطعك. يا صحيح ذبحوا المعلم؟ صحيح ذبحوك يا معلم؟ ذبحوني ايه يا ابن العام؟ ايه ما انا رقبتي في جسمي قدامك. خلينا نشوف البلوى دي بقى. اوعك هيداهم. ايه دي؟ مستهدي بالله اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خليلتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي. ده انا فوتت لك كتير.
جوازه واتنين واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي، لكن انت ما بتتهدش ما بتهمتش ولا ولا ايه؟ جرى لك ايه؟ خلصت يا اخويا على نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقالش نفر ايه؟ ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق، انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي، مش حاسس ان انا راجل في بيتي، انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا ار؟ اسد يا معلم. اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا ار؟ بتنط في الاكياس يا معلم. مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا ار؟ ايدك الحلوه دي يا معلم. اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى، اهدي وعقلي. انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا ار؟ بصراحه لا يا معلم. يا صح يا معلم، صح. شفت الكلام الحلو ما اثرش فيك بذمتك؟ لا اثر فيا يا حنفلف، اول مره اسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس انا ما عيطتش يا حنف. والمدمعه ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا يا عينيا. الف سلامه عليك وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفلف. تعالي يا كيداهم نرجع الشنه الجميله كيداهم ونقعد في فرننا. حياتي يلا حطي لي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفله؟ وكل السعاده عوضك عن كل الايام السوداء اللي وريتها لي يا حبيبي يا حنفله. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط المتهم. يا حضره الضابط اهي كانت عايزه تقتل خطيبتي الانسه جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجات دي، مش للمستوى ده. انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضيه كامله بالسلامه كده يا حنفي. كده سلمني للضابط يا حنفي. يلا مجنونه. مجنونه ايه؟ ولا يلا مجنونه. يلا يا هبله خدوها. بالسلامه حضره الضابط. انا لازم اجي اخدم العداله للاخر. انا بحب اخدم العداله والحكومه. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوفه باشا وكل خرشوف. الناس عارفه كل الناس كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي. يعني عشان كانت له يلا يلا هات من هنا. سيبونا بقى غرف ده، خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل. معلش وليه مجنونه؟ معلش بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه. اكيد داعي عليه امه وبدا يشد.
يا ريس احنا لسه وصلنا المستشفى حالا. هطمنك يا ريس هطمنك. حاضر يا ريس. حاضر يا ريس هدفع كل حاجه. حاضر يا ريس. انا زهقت من العنبر ده. زهقت. ده جايب فيلم ايه ان شاء الله؟ ابراهيم الابيض. الاصابه ايه؟ كسر واربع مطاوي. ايه ابراهيم الابيض وكسر واربع مطاوي؟ يا سوني ما تتعبي، انسي بقى شغلتك القديمه. ها ولا حنيتي بقيتي بتشتغلي في مكان محترم. وده الديلر. كان فيلم حلو قوي قوي. سلامتك سلامتك سلامتك. ما تخافش، خليك ثابت خليك ثابت خليك ثابت. ولا بتعملوا حاجه، الراجل احمد السقا ده بيعمل شغله بنفسه، انتوا تروحوا تتنططوا بس وتيجوا بتعملوا لي فيها مشكله في المستشفى. ان الله وان اليه راجعون، حول ولا قوه الا بالله. ده تبعهم. ايه ده يا ابني، ايه ده؟ خضتني. سلامتك. اهدى، انا دكتور ما تخافش. اهدى ثانيه واحده، حطي لي ايدك هنا على ركبته دي. خلاص. الرياكشن ايه؟ بيلق. ايه بيلق. بقولك ايه، مش عايز تهبل وكلمي كويس. في ركبه بتلق، فين الحته ده؟ اكتب في التقرير ايه بتلق. امسك نفسك انت كمان. انا مش فاهم بيصوت ليه، انا مش فاهم. حاسس بايه يا حبيبي؟ احكي لي ايه الموضوع. انا كنت رايح اعمل دوبلير احمد السقا، فالمخرج قال لي نط من عماره لعماره. قلت له ازاي؟ قال لي ده الاستاذ بيعملها عادي يعني في تمارين الصباح. ايوه استاذ احمد السقا يعملها. انت كذاب، انت بشكلك ده دوبلير لاحمد السقا؟ احمد السقا بمنتهى الرشاقه كذب. مش عايز، انت شكلك متخانق في خناقه ومش عايزني ابلغ البوليس. قول وخلصني. ها؟ ما هو كنت طالع بشخصيتين. مصر. وبعدين الانتاج اغراني، قال لي هنديك فوق علبه الكشري علبه كماله. وبعدين انا هحكي لحضرتك الحكايه من الاول. لسه هتحكي تاني؟ الحكايه بدات من وانا صغير. كان يبقى صباح عندي امتحان املا وخط، كنت اسيب الامتحان. بس كمل انا مش سامعك. كنت اسيب الامتحان والمذاكره واروح اتفرج على فيلم الاستاذ احمد السقا. وبعدين لما كبرت. خلاص كمل. لما كبرت ايه اللي حصل؟ لما كبرت بقى الحته تقول السقا راح السقا جه. انت السقا راح السقا جه؟ انت مجنون يا ابني. لاني جريء زيه بالظبط. اقول كده عشان الجرأه مش عشان الشك. كنت امشي بعد الساعه 12 عادي ما خافش يعني. يا راجل باين عليك. وكنت ساكن في الثالث، اخد السلم كله جري، اخر سلمتين انطهم. انت بتنط سلمتين يا كذاب يا فيل. بطل كذب. دي خلاص حتى مفيش. وطي صوتك بقى، عايز اسمع صوت عظمك. لا مفيش زقزقه في العرفه. معلش ان شاء الله ربنا يكرمك. ده السقا جنن الناس. مش معقول. في حاجه تاني؟ انا عايز اعرف اخف امتى. ليه؟ علشان اتدرب على نطه الشلال. نطه الشلال كفايه بقى. ده انت صدعتني. انا زهقت. ثانيه واحده، وانت كمان ابعدي عني كده، في عايز اخد نفس. الو. يا رانيا. ايوه فوزي، مفاجاه. خير؟ اصل ابن طنطلوره طلع بيشتغل في المسلسل الجديد بتاع احمد السقا، وعدني ان هو هياخدني اتفرج عليه. ممكن؟ بصراحه الاستاذ احمد السقا عايش معايا في الشغل وفي البيت وفي كل حته، يعني ما بيوحشنيش. يا فوزي عشان خاطري. حاضر هوديك. حاضر هجيلك. استوديو ايه؟ جلال. حاضر. طب خلاص وتعزمني على حاجه ساقعه، وبالمره نتفرج على الاستاذ احمد وبيمثل. اخيرا هشوفه يا فوزي. باي حبيبي. باي باي يا حبيبتي. باي باي. ايه يا سونيا انت اتجننتي؟ ما قلت لك بكلم خطيبتي وانت عارفه ان انا خاطب، يعني اللي في دماغك ده شيليه خلاص. احترمي نفسك بقى، اعتبري نفسك شعر مخصوم منك. فهمنا؟ ايه القرف ده؟ يلا يا ابني. تمام. اسرع مش عايز مرقعه. اللي يخش يلبس على طول. يلا بسرعه. عد يا ابراهيم، قلت لك ما تجيش في تصوير انا فيه. يلا بسرعه. خير يا راني حبيبي. سوري اتاخرت عليك. معلش. حلو قوي المكان. قوي. النهارده كان الشغل كده في المستشفى موت، وكلهم ضحايا حبيبي يا ستي، دوبلرات احمد السقا. كفايه انك جيت يا حبيبي. معقول يا رانيا حاجه تبسطك وما جيش؟
انت فرحانه؟ انت بتحب احمد السقا كده؟ قوي. هتشوفيه. بس على فكره قريب ولا ابن طنط لولو دي شخصيه هنا ولا هيزقوني؟ ابن طنط لولو ده صاحب احمد السقا كده، الروح بالروح ما بيسيبوش بعض. حلو قوي. عشان بصي انا عايز ايه، تشوفيه ونروح نتغدى بره. اوكي. انت مبسوطه؟ هنشوفكم. حلوه. هو اسمه ايه؟ جميل سفينه. جميل سفينه. لو سمحتي فهم، في هنا الاستاذ جميل سفينه. سفينه؟ هو سفينه بقى استاذ يا استاذ مصر؟ سفينه ايه يا عم المركب؟ شكرا، ميرسي على ذوقك. ميرسي يا فندم. دول اصلا شكلهم مش مهمين عشان كده ما يعرفوش. لا اللي اصلا واللي واضح ان احنا هنتهزق. ممكن اعزمك على الغدا بره وهوديك لاحمد السقا، انا عارف مكان بيلعب فيه كوره لو تكرمت. لا يا فوزي. انت يا ابني ايه يا ابني؟ اللي متكلم باسلوب احسن من كده حضرتك تمين. انا هنا مساعد مخرج وانت اللي تتكلم باسلوب احسن من كده. انت واقف هنا بتعمل ايه وما دخلتش ليه مع زمايلك؟ لا حضرتك واضح ان فاهم غلط. انا دكتور، انا مش كومبارس، انا جاي لخطيبتي، هي بتحب احمد السقا وعايزه تشوفه بس. دكتور عصير يا استاذ. عصير وايه يا ابني؟ انا عايز قهوه. ايه القرف ده؟ غوم من وش حاجه تقف. أمر حضرتك، انت هنا جاي تعمل دوبلير لاحمد السقا؟ انت فرحانه دوبلير ايه؟ لا انسى الموضوع ده، مستحيل. مستحيل ايه؟ الضوء. الضوء وتن. ما تقول لف وتريح نفسك. لف ليه حضرتك؟ من حق اعرف. اشوفك. شوفني ليه؟ ايه البتاريخ؟ انت هتمثل. هتمثل؟ مش همثل. بقول لك ايه، لف. استغفر الله العظيم. خير؟ ايه ده؟ خير. ده انت وكبك وكب احمد السقا بالظبط. لا صح. صحي انت كمان، لو سمحت بلاش تتكلم في الموضوع ده، بيعصبني. انا جاي زياره وهروح، متشكر قوي. بقول لك هما بيدوهم 40 جنيه، انا هديك 10 جنيه من عندي يبقوا 50 عشان وكبك. هيدوك 50 جنيه؟ 50 جنيه ايه يا رانيا؟ انت عامله فيها حركه ولا ايه؟ انت بتهرجي. وفي وجبه كشري لو عامل حسابك ان اليوم كله هيضيع ولا انت هتبقى هفتان مننا عشان ما تقعش. وجبه كشري. انا كل كشري. رانيا اعقلي بقى. متشكر قوي. ممكن تشوف شغلك وانا همشي لو سمحت. مهمية يا رانيا. بصي انت عارف ان انا قد كده بحب احمد السقا. انت لسه قد كده؟ مش ما اوريلك في حته تانية امثل ايه؟ انت مجنونه. اوه ملابس. ملابس ايه؟ انا مش همثل حضرتك. لو هفسخ الخطوبه دي مش هعمل كده. ما تشدنيش. ما تشدنيش. هو ايدك ليك ابو عبد بيترد عليه. هو ايه؟ بسرعه. جهزوا على المشهد واحد مسلسل البيجامه الحمراء ايراكو. يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف. يعني انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط صح، والنضاره خلاص. ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله انت بقيت شبهه بالظبط. انا شكلي هحبك. شكلي؟ امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه اللي بواخد؟ ما تكلمني عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع. احمد ايه؟ ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد، بدل ما حد يسمعنا كلمه. اف ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني؟ لما بقيت شبه احمد السقا خلي بالك من كلامك. ها في احساس؟ هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعمل؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت مكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك. وطي صوتك. اوعي تعملي كده. وانا غلطان انا جيت معاكي اصلا. مش هرد عليك دلوقتي. ولا تقدري ترد. بس يلا يلا بينا. اعمل ده في البيت. يلا يلا يلا. يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل اتكلم بطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زيي. طب جاهزين يا بيت. اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتك كلكم. اتفضل. يبقى افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده. يبقى افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملش. احسن احسن. ماشي انت ماسكني ليه؟ يلا حضرتك اتكلم كويس. لا اتكلم مع دكتور. طب يا ماشي. لا لا وايدك. ايدك. لا 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 معلش. ايدك ما تمدش ايدك عليا لو سمحت. اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس. احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوزي. يلا يا سياطه بالدنيا. الورق بقى اللي بحكي لك عليه ده هيقلب الدنيا، هينسي الناس مين السقا بتاع زمان. اشرب اللاتيه. فين الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ؟ اهو يا ريس. فين يا ابني الدوبلير هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ما هو واقف اهو يا ريس. ده هيعمل مكان الاستاذ احمد السقا؟ ايوه يا ريس اهو وكبه وكب احمد السقا. انت مجنون؟ ايه علاقه ده باحمد السقا؟ انت عايز تموتني؟ التاني ظابط وهي في عصابه وبيخطفوه وفي دراما. انت عايز تموتني؟ مين ده؟ يعني بعيدا عن ده اللي حضرتك قلتها انا مقدر مش الاستاذ المخرج برضو؟ ايوه انا مقدر موقف حضرتك مع حضرتك الدكتور فوزي. انا فعلا دي مش شغلتي وانا حاولت اقنعه بره، هم اللي زقوني. واللطيفه اللي بتحب النجم. ثانيه بقى ثانيه عشان انت خنقتيني. لطيفه حضرتها خطيبتي بتحب النجم موضوع يعني بشرحه بعدين. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. انا اعتذر وما اعطلكوش الدنيا. اعتذر بعد ايه؟ بعد ما هو اللي قاعد يقول وكب ومش وكب وهو اللي مش عارف يشوف شغله يا فندم. طيب يا سيدي انت خلاص افسدت لي يومي النهارده.
مش معقوله كده حضر المشهد بتاع الذبح. حاضر يا ويس. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. لحظه واحده لحظه واحده اعرفك مراتي ان شاء الله مستقبلا وخطيبتي حاليا. اؤمر. طيب البيت اللي كانت هتتذبح في مشهد الذبح موجوده؟ لا مش موجوده يا ويس. ما كانتش. لا ما كانتش. احنا كنا عايزينك معانا في مشهد بسيط كده. لا انا خطيبتي بتمثلش. ممكن اعرف المشهد؟ لا لا ده مشهد هتتذبحي فيه بس. هتتذبحي. انا موافق. لا لا سوري ما اعرفش امثل. يا عبيطه هتمثلي في مسلسل بيجامه الحمراء مع النجم اللي بتحبيه احمد الزقه. يا بنتي ما تخافيش. انا موافق. لا 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 هيدوكي كشري. هتدوكي كشري بتهزر. و40 جنيه بتهزر يا فوزي. يا فندم تاكد ان هي هتبشيل عايزين الرقبه. ايوه فوزي. بص بصي اللي هيضحوكي. بصي اطفال اطفال ابرياء يوم الخطوبه. افسخيها في داهيه. انت لازم هتعملي المشهد ده على جثتي. انا موافق. خلاص ماشي. واحنا كمان موافقين. فين السكينه بالظبط؟ ايوه ايوه. عشان طول الليل والنهار احمد السقا اشربي بقى اشربي. مساء الخير يا استاذ احمد. حلو قوي. انا بسيطه و اوكي ملابس. مبروك مبروك مقدما. مبروك يا حبيبتي. يا انت خلي استاذ احمد السقا ينفع. جهزوها للمشهد. لو ما عرفتيش فوزي انت مربطتيني. هي مشيت يا فندم. ده بيني وبينك بقى لو تكرمت الراجل اللي هيعمل المشهد بالراحه على الموضوع يقلب بجد. لا لا ما تخافش. احنا عندنا ناس بروفيشنال هيذبحوها من غير ما تحس. ما شاء الله واضح بروفيشنال. بسم الله ما شاء الله. حرام يجيبوا الناس دي منين؟ ها يا رامي كله جاهز؟ جاهزين يا ويس. النسوان اللي هتمسح الارض والدم موجودين؟ حصل يا ويس. طب كويس. لا هي متوتره بس. هيمسحوا ايه؟ الدم. يا حبيبي ايوه دم بتاع السينما. هي فاكره بجد حضرتك مخوفه زياده. ما تخافيش. دم يعني دم اوانطه تمثيل يا بنتي. ياما ناس اتقتلت ممثلات. هل ماتوا بجد؟ خليكي مثقفه بقى. عاوزكم تركزوا معايا. الممثله قدامكم هتمسكوها تذبحوها. ايه؟ تذبحوها. بعد ما تذبحوها انتوا عارفين شغلكم وخلاص بقى. انتوا عملتوا ده قبل كده كتير. انت بنت حلال والله. اول مره تمثلي مع نجمك المفضل احمد السعى. يلا اجمدي ما تخافيش بقى. خليكي بلا فوزي بلا بتاع. اسكتي تعالى كده بقى فوزي عشان الدم هيترمش. يلا يلا حبيبي. استنوا لما اقول اكشن اكشن. هايل هايل يا نورو. برافو برافو. يا نهار اسود كل ده هو بجد. البوليس تبعه خطفتي خطفتي. اتذبحت اتذبحت. ايه يا هبله قومي جريتهم لك. ها عايزه تشوف احمد السقا؟ اول واحد سابك وجري. انا عايزه اروح. اسمعك تقول اروح استوديو تاني. ها اروح اجيب لك ال 40 جنيه ولعلبه الكشري. انت بتهزر. يلا قدامي. يلا على الله. اتفضل اتفضل. صدق نفسي استاذ احمد السقا الحقيقه هو نفس الطول ونفس الهيبه ونفس الشموخ. ازيك يا استاذ احمد؟ فاكرني ولا لا؟ انا اللي عملت دورك في الفيلم الاخير. فاكرك وحش فاكر. وزي ما نطت العماره جت على خير انا مستعد لنطت الشلال. حبيبي يا حبيبي. بس انا رجالتي ما يبقوش كده. رجالتي ما يتضربوش في رقبتهم. رجالتي ما فيش جبس. ها رجالتي لازم يبقوا جامدين. الرقبه لا لازم امرنه. اضرب يا استاذ احمد. لا من غير ما اضرب بس بجربها. وحش 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 وحش. استاذ احمد استناني هنا اروح اعمل مكياج المشهد الجديد واجي لك. ها اتفضل يا استاذ احمد. هاي 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 يا حبيبي. الله لو عايزني اختفي كمان ممكن اختفي. ثابت وثابت انا وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري. ظابط وثابت أنا 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 وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سريري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرم انت من دول 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 تحت تأثيري. بثبت النشال والقاتل القتال وبسد في البلطجة والخطف والتهريب. وسنين على ده الحال ماليش عزيز وحبيب. والمجرمين تمن دول 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 تحت تأثيري. ثابت وثابت أنا وفخور بدبابيري. نبطش طول السنة وحشني يا سيريري.
صابت وثابت انا 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 وفاخر بدبابيري نابطش طول السنة وحشني يا سريري. بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار 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 ده بجد لا مش هبل مش هبل علشان كده مغوار مغوار. بنط فوق الجبل الجبل وبترمي في النار نار نار ده بجد لا مش هبل مش هبل عشان كده أنا مغوار مغوار. لأجل القانون أعمل مجنون واتحدى أي حرامي في الكون. اديني مزد على التليفون تلاقين أنا وغيري عصم لي للميري عصم لي للميري.